أهلا بكم. هذا التوقيع من جنود الاحتلال الإسرائيلي على هذه اللوحة، هذه اللوحة التي تعبر عن الفن، تعبر عن ربما مشاعر الفنانة التي رسمت هذه اللوحة. فوجئت الفنانة ميساء الرقب بوجود هذه اللوحة في مكان يدلل على وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي. أنزلوا هذه اللوحة من غرفتها إلى مكان آخر أسفل المنزل وعرضوها أمامهم، وبقيت متواجدة هذه اللوحة لتجدها الفنانة ميساء مرة أخرى. يعطيك العافية ميساء. الله يعافيك. احكي لنا شو قصة اللوحة هذه، شو شفت منها؟ تمام. اللوحة هاي أنا رسمتها في يعني فترة قبل الحرب، فهلقيت لما حكوا إن اليهود طلعوا من بني سيلة وحكونا تقدروا اللي بده يقدر يروح على بيته يشوف، فأنا حكيت بدي أروح على بيت، حكى البابا ممنوع، أنت عارفة الخطورة. فهلقيت رحت على البيت أنا وأخوي، حكيت له بدي أخلص، بدي أشوف غرفتي على أساس إنه أطلع منها فرشاية لون لوحة محروقة مش مشكلة، بس أنا بدي أشوف أي شيء، أنا بدي أتفقد غرفتي. فلقيت رحت على غرفتي على أساس أنا أشوف مرسمي ألواني. طبعا غرفتي كانت محروقة بشكل كامل، يعني الحجارة تاعت البيت متكسرة تاعت الغرفة. فخلص أنا بدأت أفتش أفتش يعني على أساس إني ألاقي إشي، لا ما لقيت غير كتالوج، يعني حتى انا رفعته زي كانه الام بتشيل هيك عن اشي عن اغراضها بكل حنيه عشان ما يخربش ما يتكسرش. رحت اخذته وحطيته على جنب ورفعته وربطته بكيس باحكام علشان ما يكملش تكسيره، انا بدي اشي يضل ذكرى لي. اخذته خلصت، لقيت بديت احاول اشوف باقي الاماكن تحت البيت اساس انه انا كنت حاطه يعني مبسوطه على اشيائي واعمالي، كنت احاول ازين البيت بلوحاتي. كانت اخر لي ورشه، كانت ورشه العمل في شظايا المدينه، هاي كانت عن جد الاعمال اللي رسمتها كانت عن الاماكن التاريخيه في قطاع غزه، هي صح فعليا هلقيت صار شظايا المدينه. كانت هذه الأعمال قبل الحرب يعني؟ كانت أعمال قبل الحرب، وهلقيت مع الحرب صاروا شظايا، يعني هي الأماكن اللي عملتها وثقتها في لوحاتي ما مش باقية. طب ممكن نشوف على الكاميرا بعض هذه الأعمال واللوحات اللي أنت عملتيها تحت اسم شظايا المدينة، على الرغم أنه ما كان في حرب بهذاك الوقت، لكن يمكن تحققت مع الأسف هذه الأمور. اشرحي لنا هذه اللوحة. هاي قلعة برقوق، أنا على اساس انها شظايا مدينه بديت انه عملت النصف هاد من الزمن القديم يعني، وهاي النصف من وقتها الحاضر، يعني شوف هان ما في مباني ما في اشي، هان هاي المباني الجديده هاي قبل الحرب. تمام. فانا رسمتها وحطيت برضو من الخط، يعني انه هذا خط الخط هذا شوي فرجي، هذه اللوحه تاني، هذه قلعه برقوق اخذها من الداخل الصوره، يعني لحظة، هاي قلعة برقوق من الداخل، يعني كل هذه اللوحات. طب اشرحي لنا هذه اللوحة، ايش هذه اللوحة فكرتها؟ احكي لنا عنها شوي. هاي اللوحة رسمتها بداية الحرب، يعني أنا كنت في المنزل على شرفة البلكون وكان الوضع كتير سيء، يعني هذه الفترة كانت أصعب فترة عشان احنا بلشنا هلقيت في فترة إنه حننزح. كان في الوقت هاي بنت صغيرة ماسكة فقاعات المائية وبتلعب فيها بكل أريحية وكأنه الوضع ما في إشي، يعني كانت مبسوطة وبتلعب. فأنا أخذت المشهد هذا ووثقته ورسمته بس بطريقة الرسم الرقمي، يعني كنت لسه هاي كمان أنا رسمتها مش في البيت، هذه رسمتها لما كنت نازحة في مكان النزوح الثاني لإلي. يعني هذه البنوتة كانت أنت شفتيها وهي بتلعب بالفقاعات بين الركام وجسدت هذه الصورة، جسدت المشهد على هاي البنت. شو بتكوني بتحسي ميساء لما بترسم وبيطلع معك هذا الإبداع، خاصة أنه إحنا بنحكي عن إبداع من رحم المعاناة، يعني من الحرب من الدمار؟ أنا من النوع بحب الطبيعة، بحب أي يعني بحب أكتر إشي أنه يكون أشياء من الطبيعة أتجسدها. تمام. فلما أشوف صرت أشوف كتير مشاهد أحكي أنا يعني كيف هاي من ذكرى، هاي إشي حيصير من ذكرياتنا، يعني هاي المكان انا شفته اخر، هذا مش عارف اذا حرجع تاني واشوف هذا المكان، هذا اللي حتوقف البنت تاني عليه وتلعب في الفقاعات ولا لا. فبتحفظ صورة المكان عن طريق الرسم؟ بحفظ صورة المكان عن طريق الرسم فعليا، يعني هاي البنت رسمتها، هلقيت يعني المكان اللي كانت واقفة عليه مش موجود، صار ارض قاحلة يعني. فبحكي انه هاي كل واحدة بتصير الصورة هاي بضلها هي ذاكرتي وضلها ممكن تكون في ذاكرتها لقدام، انا بحكي لها انت كنت في هذا المشهد، هذه الصورة انا اللوحة رسمتها، انت كنت قاعدة بتلعبي زي هيك.
في رسمة لفنان عالمي أنت حكيتي لنا رسمتيها، ولكن بوجهة نظر أهل غزة وواقع أهل غزة. هاي هي قنابل الإنارة. تمام. ما تعل إضاءة اللابتوب بعد إذنك عشان توضح الصورة على الكاميرا. هي عالية أكتر شيء. لوحة. هاي اللوحة للفنان الشهير، مش هي هاي، يعني هي أنا أخذت قبستها من لوحة الفنان الشهير اللي هو فان جوخ. هاي اللوحة هو رسمها في مرحلة اكتئاب، إنه شاف بيحب شاف السماء ورسمها في نجومها بلمعانها بالأماكن الحلوة، يعني إشي حلو، يعني إشي سماء رائع يعني جميلة. أنا بواقعي أنا السماء هلقيت ما بشوفهاش خالص، بشوفش نجوم بس في السماء، هلقيت قنابل إنارة، طيران، إضاءات اللي هي بتاعت القصف واليوم. فأنا رسل لو جهزت اللوحة هاي عندك، احنا في شكلنا الواقع هذا، احنا اساسا في الخيام، نزحنا خيام. هاي قنابل الإنارة اللي هي بتكون مسيطرة على السماء، لانه اصلا اول ما تشوف القنابل الإنارة الناس بتنسى كل حاجة حواليها، بس بتركز في السماء على هاي الإنارة. يعني كيف بتسيطر الإنارة على الناس وعلى عقولهم. وكمان انا عندي قنابل الإنارة، بس اول ما اشوفهم بعرف انه احنا بايش، قصة اخلاق جديدة. يعني انا خلاص مخي هاي كل ما اشوف القلب اداره احنا هينا مخليين، يعني هذا هو الواقع ميساء اللي انت بتعيشيه واللي بتعبري عنه من خلال هذه اللوحات وهذه الرسومات. لفت نظري انه معظم لوحاتك الجديده اللي خلال الحرب كانت عن طريق الرسم الرقمي، يعني صحيح. انت بتحتاجي لابتوب، بتحتاجي تشحني. في ظل هذه الظروف كيف بتقدر تلبي هذه الاشياء في هاي الفتره؟ انا زي ما تحكي كنت حسب فتره المكان النزوح، يعني في اماكن نزوح كانت اقدر اروح اشحن، في اماكن نزوح ما اقدرش اشحن. يعني الفتره الاخيره هو كل يوم تكرار نزوح، يوم اسبوع اسبوع، يعني اسبوع تروحي ترجعي اسبوع هيك. الفتره الاولى لما كنت في، انا لما زحت هاي الصوره اخذتها تقريبا مشهد الاناره من المستشفى الاوروبي. كنت في المستشفى واخذت صور لقطه الاناره واخذت لقطه الخيام مع فحكيت انا خلاص، انا اول ما شفتها حكيت هاي انا حاسه سماء فان جوخ مع الاناره مع الخيام، هذا اجت مخ المشهد. فكنت انا اروح اشحن اللابتوب تبعي، وطبعا نظام البرامج هاي بدها تسحب بطاريه، يعني انا برسم شوي تلاقي البطاريه انسحبت خلاص، يعني خلصت كل شوي. يعني صار معك انه مثلا بعض الرسومات اخذت اكثر من يوم عشان قصه الشحن والهذا، يعني اكون انا مبسوطه انجزت تروح يطفي اللابتوب خلاص خلص الشحن. انا لقيت يعني في الاوروبيا مش حقدر كل شوي اروح اشحن، يعني لانه خلاص. يعني شو بيعني لك الرسم؟ قد ايه بتحس انه انت بتفرغي طاقه او بتعبري بشكل معين عن طريق الرسومات وعن طريق الفن؟ انا الفن عندي بحب ارسم عشان اطلع ما بداخلي. اول شيء هو انا عندي بالنسبه لي مريح لي جدا، لانه احيانا انا من النوع زي بتحكي شخصيه، كل فنان له شخصيته، في يعني كبت عندهم احيانا، فبفرقوا اشياءهم افكارهم بلوحه. يعني انا لو في اشي بقى في مخي، يعني ما بحب، لازم اوثقه باشي، يعني لازم ارسمه اخربشه، اعبر عن بداخلي اللوحه، اعبر عن داخل الرسمه شعوري، احب انه افرغه باشي. يعني فالتفريغ حيكون على لوحاتي. طب الشعور اللي انت حساه لقيت ممكن تعبري لنا عنه برسمه الان على الكاميرا؟ ترسمي لنا اي رسمه سريعه انت بتشعري فيها من خلال الواقع ومن خلال الحرب. مثلا اخر موقف صعب مر عندك بالنسبه لك بتقدر تعبري عنه الان بلوحه معينه؟ اخر مره اللي هو لما نزحنا اخر مره، اللي هو كنا منهرول من الخوف على هواء اليهود ايش عملوا فينا. كنا بس شوي كنا بنجري وهذا يمسك في ايدي وهذا تمسك في ايدي، بس يلا امشي مشي معانا يا ميسا. كن يعني مش عارف كيف شوي الشغل هذا بيفرغ من طاقتك. الرسم يا ميساء لما بترسمي بتحسي انه انت عن جد بترتاحي لما بتعبري عن واقع معين بلوحة معينة؟ طبعا يعني انا لما ارسم اشي حرسمه لما تحكي هلقيت التركيز تبعي حيكون مش عارفه كيف ارسم. انت دائما بتفضلي بتكوني في جو معين لما بترسمي؟ صحيح طبعا. ايش الجو اللي بتكوني فيه؟ انا ملاحظه جو انه ما يكونش حدا حوالي، طبعا لازم يكون عندي التغذيه هاي، لازم مخي
يكون أكتر من مشهد هيك عشان أقدر أعمله. زي ما تحكي بكون مجهزة إيش الألوان اللي هستخدمها، إيش الأشياء اللي هستخدمها، لأنه كم مرة ما يسأل أنا في الرقمي مش زي كأني في اللوحة، يعني بأخذ أحط لوحة لون على لون على لون على مشهد. هذا الرقمي شوي يعني زي ما تحكي هو نظام التطور، يعني بده تكون مخدم مشهد مع صورة مع صورة، زي في كمان صاروا يحطوا الصورة ويعملوا كيها مع الذكاء الاصطناعي كمان. طب كم مرة يا ميساء رسمتي وانت بترسمي صار قصف؟ صار قصف هذا طبعا كل الرسمات كانت بوضع خطير يعني صراحة. يعني هاد وعلى الرغم من هيك بترسم. تمام صحيح. يعني هاي الرسمة للطفل هذا الصغير كانت رسمها محمود حمدة، فأنا أخذت الصورة عجبتني وشفتي يعني كتير كانوا نزليها، أنا لمست مشاعر الصورة، في كتير صور يعني تلمس المشاعر بس خلاص الطفل هذا لمس مشاعري، فأنا لما الرسمة هاي صورتها رسمتها بطريقة أخرى، يعني إنه هذا كله الأسود أنت شايفة الأسود، بس خليت الدم اللي هو أكثر إشي يعني اللي هو لون الأحمر، بس هاي المنطقة اللي كانت له خبر العيون والمحمرين، فأنا رسمتها لما حسيتها لمست مشاعري، خلاص طفل حزين لمس مشاعري، كان الوقت عصيب حبيت أرسمه فرسمته. وهاي ميساء ممكن نكمل معك هذا الحوار أو نختم هذا الحوار باللوحة اللي بدأنا فيها، بعد إذنك تيجي معنا هنا عند اللوحة وتشرحي لنا بس أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه اللوحة الأخيرة اللي أنت كنت رسماها. احنا وصلنا إنه واللي اكتشفتي إنه الاحتلال كان عارض هذه اللوحة أثناء اقتحامه ووجوده في منزلك. على قد لما فقدت الأمل حكيت قلت خلصنا ننزل من المكان الثاني اللي هو الدرج، اللي هو أساسا مش درج، اللي هو كان عبارة عن ركام، فأنا زي ما تحكي بالمغامرة يعني نزلنا على الدرج. أنا نازلة بيت عمي كله مفتوح، فبتطلع هيك لقيت هاي اللوحة، أنا شوفي الصراخ هيك الصعق انصدم لوحتي، رحت نزلت ورحت على الصالون بحكي شفتها بس هيك معلقين، أنا لسه ما لمستها بس هيك، أنا قلت يا رب الحمد لله شفتها معلقة، حاطين مسمار ومعلقينها وحاطين لعبة الأهداف اللي بتاعت السهم هاي، وحاطين توقيعهم غير توقيع هذا، حاطين كمان توقيع جنبهم على الحيط، وطبعا المكان كله معلباتهم أكلهم البقاء الردم الحجار كله على الأرض. فأنا أخذت اللوحة هاي أخذتها وطبعا كنت مبسوطة عليها طبعا، وأنا بأنا بشوفها بتفقدها بطلع عليها طبعا شفت هاي الأشياء، يعني إنه صرت احكي هن يعني بستار كبير، يعني مش رجل الواحد طبيعي من عندنا، يعني اثار اقدام الاحتلال على اللوحه، الاحتلال شو يعني، هاي كانت كواقع على الارض اول قصف، بعدين هم اجوا شالوا لي يعني غالي عليك هذا اللوحه، هو انا كل لوحاتي غاليه يعني، هاي بحكي انا بحكي عنها لوحتي وكي. بس في اشياء كمان كانت فن اكثر فيها واكثر غالي علي، بس يعني هاي بقيت لي يعني هاي خلص يعني الحين هاي الوحيده اللي بقت من كل اشياء، يعني حسكي حضنها كانه ابنك يعني، هو إشي عن جد إشي انا زي بنتها لقيت، لانه فيش إشي بقى لي غيرها، لا الوان لا مرسم لا لوحات لا ولا اي إشي من ذكرياتي اللي هي انا كنت فنانه وبتشتغل عليها وتعبانه عليها، ما بقاش لي غير هاي اللوحه، فانا لقيت مبسوط على هاي اللوحه ومحتضنها ومخبياها، وين بدي اطلع لازم اخذها معي، هلقيت خلص هاي لوحتي. وباقي اللوحات شو صار فيهم؟ اللوحات صارت رامد خلص انحرقوا كلهم بحكي لك، يعني ما جاش لي حتى اللوحات اللي البروازهم تقولي ما بقيتش لقيتش الغير القزاز والبرواز، وين الرسمة اللي جواتهم؟ ما لقيت. حسيتي في انتقام حتى من الفن من اللوحات؟ يعني انه هاي كمان اللوحات كانت تعبر عن اللي هو اماكن اثريه تاعت قطاع غزه، يعني قلعه برقوق المسجد الكبير، حسيتهم يعني اخذوها وين ودوها، وين طب انا هيها بروازها ليش مش موجوده الورقه؟ طب الورقه ممزوعه؟ لا مش موجودة خالص، فحكيت خلص كانهم حطوا الأغراض كلها أشياء كلها حطوها في غرفة واحدة وحرقوها، يعني في صغر غرفتي المحروقة بشكل كامل زي ما تحكي، بس غرفتي انحرقت وكملت عباقي البيت هم مولعين فيها، يعني خلص مش عارفة هيك حسيتهم جد منتقمين من يعني ما بحبوش يشوفوا إشي، شوفوش حدا فنان يصير عالمي، يشوفوا موهبة تصير يعني مشهورة، بدهم مش حدا يكون هيك بارز، بدوش حدا يعبر عن قضيته بفن ولا بإشي، بدهم خلاص بدهم يطمسوا كل إشي فنك مع قضيتك مع كل إشي. طب لكن رغم هيك
شو رسالتك؟ رسالتي أنا حضلي بنت فلسطين، أنا حق رسامة، إن شاء الله حصير من رسامة المشهورة الفلسطينية ميساء عاطف الرقم. ميساء عاطف الرقم، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله كل التوفيق لك ولرسالتك ولفنك ولإبداعك. إذا مشاهدينا الكرام، هذا هو الإبداع الحقيقي الذي يخرج بالفعل من رحم هذه المعاناة، على الرغم من حرق كل أو معظم لوحات الفنانة ميساء الرقب، إلا أنها لا زالت متمسكة باللوحة الوحيدة المتبقية لها، على الرغم من أن يوجد على هذه اللوحة أثر لجنود الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الأثر يعني لم يزد الفنانة ميساء إلا إصرار على إكمال طريقها بالفن وبالإبداع. إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا، نشكركم على المتابعة، دمتم بود، إلى اللقاء.